اسمي مصطفى محي، صحفي فيديو في المصري اليوم. الايفنت ده لقاء مع عدد من الاعلاميين، او تحديدا اعلاميات صحفيات مختصات بالقضايا، قضايا النسويه وقضايا المراه. الايفنت بشكل اساسي عن التغطيه الصحفيه للقضايا المدافعات عن حقوق الانسان في الصحافه في الاعلام المصري. طلب مني ان انا اكتب ورقه مكونه من صفحتين، تتطور خلال النقاش تبقى ورقه اكبر شويه، 5 أو 6 صفحات، وانه النقاش يتبني على الورقه دي. تلاقي المراه موجوده في المجال العام، لكن في نفس الوقت في رؤيه عامه شايفه انه ده عبء اكتر ما يكونه اضافه، شايفه انه ده حاجه مش طبيعيه او استثنائيه. ده بيأثر على الاعلام باكتر من طريقه، انه مثلا بيتشاف انه طرح القضايا المتعلقه ب وجود المراه في المجال العام هي حاجه ممكن تؤجل شويه، وهي امر تكميلي، فبالتالي مش بالضروره هو مش ملح واني بالمقارنه بالقضايا السياسيه والاقتصاديه المختلفه. التغير بانه المساحه المفروضه للنوعيه دي من القضايا زادت اكتر، لكن التغير ده في مجموعة سمات أساسية. أولا إنه تغير ظرفي جدا، موسمي، يعني حاجة مرتبط بحوادث بعينها، يعني بعد حوادث الاعتداءات اللي حصلت في نوفمبر ويناير على متظاهرات في ميدان التحرير وفي محيط ميدان التحرير، بقى فيه اهتمام بالجانب ده من القضية، الجانب ده بس من القضية. دلوقتي في مصر، قبل الثورة، بعد الثورة، أثناء الثورة، وضع المرأة لم يختلف كثيرا بل تدنى. المرأة المصرية كانت وما زالت في وضع التهميش. المرأة تعامل كمواطن درجة ثانية. الحقيقة ان طول الوقت المجتمع بيتعامل مع المرأة اللي بيتم انتهاكها، سواء باللفظ او بالتعامل، يعني تحرش، اغتصاب، اي جريمة بقى ضد المرأة بيتعامل معاها على انها ضحية. المشكلة الثانية انه كمان طبيعة الاهتمام، لانه مش اهتمام مستمر، فبالتالي ما بيسمحش بنضج، بانه يحصل نضج للعملية، للنقاش نفسه، وما بيسمحش انه يحصل نضج في الاستنتاجات اللي بتيجي بعد النقاش ده وبعد الطرح الاعلامي ده، فبالتالي بيبقى التناول مبتصر جدا، غير مكتمل، غير ناضج. اول اشكاليه بتقابلني في 70% مثلا من الموضوعات اللي اشتغلتها بتكون الست نفسها. لا، مش عايزه اتكلم، جوزي لو قرا ده ولادي هيعملوا ايه؟ طبعا بالذات لو حاجه فيها انتهاك، او حاجه فيها هي بتعمل حاجه مش تقليديه على المجتمع. قضيه مثلا زي قضيه التحرش، بعد ما كانتش بتظهر على الصحف خالص، الا بقى لو في انتهاك، فج، تحرش جماعي في عيد، في حاجه. لا، دلوقتي انا عندي اتحطت على الاجنده، بقيت انا اهتم مثلا لما صحفي الحادث لما يكلم مديريه الامن، لا قول لنا جالك كذا بلاغ تحرش، جالك كذا. لسه المجتمع بشكل عام مش متصالح بشكل كفايه مع فكره ان البنت اللي بيتحرش بيها مش مذنبه، وده منتقل لبعض الصحفيين، ان مثلا اصلها كانت لابسه كذا، وهي ايه اللي وداها هناك، وهي ما اعرفش ايه. واصدول ممولين البنات اللي بينزلوا مظاهرات دول، هم عارفين في تحرش فبينزلوا عشان يتم التحرش بيهم. ده ممكن ما يكونش اتقال في تغطيات خبريه بشكل واضح، بس ده اتقال في مقالات راي كتير. انا ياسمين حسام الدين، انا محاميه وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. يوم 1 مايو نزلت اشارك في مظاهرات عيد العمال، بس هي ما كانتش مظاهرات احتفالية قد ما هي مظاهرات للمطالبة والتفكير بحقوق العمال. فنزلنا بالمشاركة بالحزب، وبناء عليه كنا جايبين تضامنا مع العمال أفرولات زرقاء عشان نلبسها زينا زيهم، يعني ان احنا متضامنين معاهم تمام. فللأسف الأفرول بتاعي اللي انا المفروض كنت ألبسه طلع مقاسه واسع عليا جدا، فانا قلت لهم خلاص يا جماعة للأسف انا مش هقدر اتظاهر بيه، وقلعته. فتصورت من قبل صحفيين ونزل ده بعنوان جميل جدا: متظاهرة تتعرى في مشهد قبيح، ومتظاهرة تحالف الشعب الاشتراكي تخلع ملابسها في وسط الشارع دون حياء، وعناوين من هذا القبيل طبعا لاجتذاب القاء
قراء اللي غطت الخبر وهي صحفية، وللأسف هي صحفية مش صحفي، يعني المفروض يكون عندها وعي لما تغطي خبر زي ده تأكد أو توصف الصورة الحقيقية. الميزة في الخبر ده ان هو لما اتنشر بالفيديو مش بالصورة بس، كان في صور كان في فيديو، فالفيديو من واضح جدا جدا اللي بتقلع الهدوم دي قلع أفرول عمال من فوق هدومها الكاملة، حتى ما فيش يعني يمكن هي ما اتفرجتش على الفيديو قبل ما تنشره، فدي قلة مهنية اعتقد وقلة خبرة ومفيش تأهيل صحفي حقيقي في مصر. بس لو تم سحل المرأة وتعريتها في الشارع بيتقال ده، بيتقال ان في واحدة ضحية، يا عيني ان دي فتاة وازاي تمد ايدك على بنت. لا طب ما هي البنت نزلت الشارع وبتتحدى الواقع ده، بتتكلم عن الواقع ده، ليه انت بتتكلمش على انها انسانة وليها حقوق؟ ليه انت واخد نظرة انها بنت؟ ما فما ينفعش انك تضربها، فما ينفعش انك تعريها، لا دي انسانة ما ينفعش انك تضربها وما ينفعش انك تعريها وما ينفعش حتى انك تقمعها ولا يبقى في اي نوع من انواع الاستبداد، مش عشان هي بنت، عشان هي بني ادمة، عشان هي ليها حقوق، عشان هي مصرية. هي البنت مجرد ما بتحصل لها حادثة اغتصاب فبتبقى مشكلة وبتبقى عار ومش عارفة ايه، تعالى بقى زود الكارثة كارثة واكشف عن اسمها على الرغم انها مش حابه ده. طب احنا عندنا المجتمع نفسه مش قادر يسامح ده. كلمه تتعرى دي كلمه تمس الشرف والعرض اجتماعيا وعرفا في مصر. طيب الخبر ده بقى ايه مساوئه وايه اضراره؟ اضراره انك اضريت بكيان حزبي بتمثله عضوه نسائيه فيه. يعني ست خط احمر ده، يعني انا قلت في مجمل كلامي ان المصري خط احمر وليست الست خط احمر، انتهاك حقوق الانسان خط احمر، ده اللي ممكن يتقال وده اللي ممكن يبقى تحتيه بنتكلم في حاجات بقى تانية. انما مرأة خط احمر او الست خط احمر خلاص تقعد في بيتها، يعني ده اقل رد هيتقال من اي نظام قمعي. ده بيوقعنا في فخ اني نجبره ان يهين المرأة. هي مش المرأة اللي بتوجعكم؟ طيب خلاص، يعني مش المرأة اللي انت بتقول خط احمر وانا تعدت الخط الاحمر، وروني هتعملوا ايه. رجع تاني للمثل بتاع حوادث الاعتداء في 25 يناير 2013، الناس غرقت تماما في محاولة الإجابة على سؤال خزعبلي، هو الحوادث دي مدفوعة ولا مش مدفوعة؟ في حد مخطط لها ولا مش مخطط لها؟ وكأنه هو المشكلة انه هو ده بس، وكأنه هو لو ما فيش حد دافع الحوادث دي تحصل فهي مش هتحصل، وكأنها ما بتحصلش طول الوقت، يعني وكأنها ما بتحصلش بشكل يومي، وكأنها حوادث الاعتداء الجماعي والتحرش الجماعي ما بتحصلش في التجمعات طول الوقت وفي الأعياد وفي الأوقات الناس كلها بتبقى موجودة في الشارع، وحوادث التحرش دي ما بتحصلش يوميا لأي واحدة ماشية في الشارع. يعني فالإعلام شوية نتيجة الشعبوية بيتجر في المساحات دي وما بيحاولش ان هو يطرح الموضوع بشكل اعمق شوية. عدد كبير جدا من الصحفيين قرروا انهم يغطوا الموضوع لانه بقى مادة اعلامية سرية جدا، فتقريبا الناس عملت كوارث. في صحفي اتنكر ولبس دكتور واتكلم مع اهالي بنت من البنات اللي تم الاعتداء عليهم على انه دكتور ونشر المعلومات دي، فدي دي دي جريمه مهنيه، يعني ده صحفي عايز قطع رقبته ملهاش حل تاني، ده انتهاك مهني وانتهاك اخلاقي وكل ده تعريف كلمه انتهاك. المفروض بكتب انا واعي لكل كلمه انا بكتبها، انا واعي ان انا ممكن اكتب كلمه تدمر حياه انسانه، ممكن اكتب كلمه تتسبب في خراب بيتها، تتسبب في اهانه ليها او في وصمه ليها بين اهلها او بين المجتمع اللي هي عايشه فيه. انا لازم ابقى واعي لده جدا، ما ينفعش اي حاجه او اي كلام انا بسمعه يتنقل على الجرائد، بالذات ان المجتمع كمان مش بيتعامل مع ده بوعي، فالمفروض الصحافه هي اللي تقود الوعي في النقطه دي. اكيد هتاثر ان تواجد المراه في المجال العام اشتدت حدته من بعد الثوره، اذا هو حاجه جديده لسه بتتبني، كل امراه نزلت الشارع لسه بتحاول تبني الكيان اللي تقدر تقف عليه وتكمل نضال. اي سقطه في اثناء بناء الوعي دوت بتوقف وبتحد من النشاط. ممكن البنات اللي تم التحرش بيهم ما اعتقدش ان هم بسهوله هيقدروا ينزلوا تاني، لو مثلا ممكن انا
لو كنت ما تلحقتش او ما حدش وقف جنبي او ما تمش تجذيب الخبر ده بشكل واسع، كنت هقعد شويه في البيت متضايقه مش عارفه هكمل ازاي. فعلا قضايا المراه فعلا ناس كتير فاهمها غلط وبتتناولها غلط، وهيبدا حتى على النظره المهنيه هيبدا يبقى احنا عندنا في الصحافه في مداخل للموضوع، اتناول الموضوع بانهي نظره وبانهي جهه وبانهي مدخل، فهيبدا يدور على بدل ما بيطلع المراه ضحيه لا اطلعها انسان وله حقوق، فبدل ما اطلع حصلت الضوء على حصل لها حادثه اغتصاب لا حصلت الضوء على الناجيات كمان وازاي قدرت تعدي المرحله دي وازاي، فده هيبدا يعني زمايله برضو هيبداوا يتكلموا معاه فهو هيبدا ينقل النظره. يعني دي حاجه محاوله مننا يا رب تبقى، او محاوله من مقائم على الامر يا رب تبقى ناجحه، ولكن الحقيقه انا شايفه ان الاعلام عموما محتاج لي زي ما بيقولوها كده زقه لقدام في ان هو برضه متاثر بالمجتمع اللي هو عايش حواليه، يعني ما طلعش بره كتير.